من بروكسل هالة الساحلي الباحثة في الشؤون الأوروبية، أهلا بك أستاذة هالة. بداية، هل نحن أمام تقدم حقيقي في هذه المفاوضات؟ هل التفاؤل الإيراني والروسي أيضا في محله؟ أعتقد أنها تبقى قيد التصريحات الصحفية فقط والعلنية، ولكن في الخلفيات وعلى طاولة المفاوضات لا تقدم ملموس، على اعتبار أن كل طرف متمسك بمواقفه. نعم، من ناحية الطرف الإيراني هناك تقدم، على اعتبار أنه تم استبعاد نقطتين هامتين، أولهما نقطة عدم إدخال ملف الصواريخ البالستية على طاولة المفاوضات، وثانيها عدم البحث والخوض في العلاقات الإيرانية في المنطقة ودورها مع دول الجوار. أما على المستوى الأوروبي فالتقدم الحاصل هو يعني ما وصل إليه المبعوث الأوروبي من خلال تجميد المواقف وعدم الذهاب نحو تعميق الهوة واتساعها بين الطرفين، على اعتبار أن هناك انقسام داخل مجموعة المفاوضين نفسها. قبل كنا نتحدث عن 5+1، ولكن حاليا نتحدث عن 3+3. نعم، هناك حديث عن تقدم ربما وطي صفحة الخلاف أو سوء التفاهم الذي تحدث عنه المندوب الروسي فيما يتعلق بالمسودتين اللتين قدمتهما إيران الأسبوع الماضي قبل تجميد المحادثات لمدة أسبوع. هل يعني ذلك استجابة غربية للمطالب الإيرانية، أم ربما نحن أمام تنازل إيراني عن هاتين المسودتين؟ لا أعتقد، لأنه ما نشهده حاليا هو أن كل طرف يحاول ربح الوقت. على المستوى الإيراني تم تقديم مسودتين، ولكن السيد مورونا أكد بحسب معلوماتي التي استقيتها من مساعديه أنه هذه المسودة هي قيد النظر، على اعتبار أنها تلتزم إلى حد ما بالإعلان الرسمي للدورة السادسة التي تمت في حزيران الماضي. على المستوى الأوروبي هناك يعني طلب ليس صريح ولكن ضمني لربح الوقت، على اعتبار إعادة رص الصف الأوروبي، حيث نجد أنه داخل مجموعة 3+3 وهي مجموعة بريطانيا فرنسا وألمانيا هناك انقسام كبير، وهناك جنوح فرنسي للسيطرة على هذه المفاوضات. من جهة ثانية هناك محاباة ومحاكاة بريطانية للمواقف الأمريكية، وثالثها الموقف الألماني الذي هو يعني يتميز بالترنح حاليا، على اعتبار أن ألمانيا خرجت من الانتخابات التشريعية والرئاسية قريبا. في المقابل نجد هناك نوع من التسلل الأمريكي لطاولة المفاوضات، وهذا يؤجج الصراع ونيران يعني تفاقم الأزمة والضغط بين جميع الأطراف والفرقاء على طاولة المفاوضات. ومن هنا نعم هناك نوع من ربح للوقت لجميع الأطراف لإعادة النظر فيما يمكن الذهاب إليه. نعم، هل يمكن الحديث عن تلبية مطالب إيران عن ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من هذا الاتفاق إن تم التوصل إليه؟ في الوقت الحالي لا يمكن التحدث عن ضمانات، ولكن يمكن التحدث عن تموقع وتمركز من قبل الإيرانيين والأمريكيين. نجد أن الجانب الأمريكي يعني صرح أنه يعمل على مسارين، المسار الأول هو السعي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وسنشهد ذلك من خلال البعثات الأمريكية التي ذهبت إلى أنحاء العالم. البعثة الأمريكية مثلا ستصل إلى الإمارات الأسبوع المقبل للحديث وللتفاوض للتداول مع بنوك متواجدة على الأراضي الإماراتية وشركات بتروكيماوية وشركات خاصة تعمل وتتداول مع إيران، وذلك لتحذيرها من أن هناك مخالفات كثيرة لهذه الشركات وتخطط
العقوبات الأمريكية على المستوى العسكري. الإدارة الأمريكية تتحدث عن مناورات عسكرية وتدريبات ستتم مطلع السنة القادمة، هذا من جهة. من جهة ثانية إيران ومن خلال الصين التي هي كما يمكن القول وإذا صح لي يعني استعمال هذه العبارة هي محامي الحكومة الإيرانية في هذه المفاوضات، هي تسعى إلى فرض أمر واقع من خلال يعني ضبط إيقاع الجلسات. علمنا هنا في بروكسل أنه تم نوع من المشادة الكلامية والمشاحنات بين المبعوث الصيني ومبعوث أوروبي، على اعتبار أنه الأوروبيون حاولوا وسعوا إلى قراءة بيان أمريكي لرئيس البعثة الأمريكية روبرت ميلي، وهذا لم يرق للبعثة الإيرانية، ومن هنا طالبت الموفد الصيني بالالتزام بمعايير المفاوضات أولا، ولكن ثانيا الابتعاد عن النفاق الأوروبي والغربي، على اعتبار أنه هناك صفقة أسترالية أمريكية بريطانية نووية تمت مؤخرا، وبالمقابل يتم الحديث على عدم يعني العمل على عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم. نعم، هلا الساحلي الباحثة في الشؤون الأوروبية، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.